الخبر اللي عدنا. اوكي، من فترة انتشرت صورة لواحد من اصحابي وقالوا انه هو اني، ومبارحة قالوا انه ساري جاد هو صاحب قناة مملكة القصص، واليوم يا حبايبي نشرون صورة شخص ميت ويتهموه انه هو صاحب قناة مملكة القصص. طيب بداية اسم هذا الشخص هو فهد الزين، او نوعا ما نشوف لكم حقيقة اسمه فهد احمد، وام بيسان وماية جمال نزلوا عليه مقطع واتهموه انه هو صاحب قناة مملكة القصص، وسبحان ربي العظيم انه بساعة واحدة بس اليوتيوب حذف لهم المقطع لين يتنمروا على طفل ميت، وهذا الشيء غير مسموح باليوتيوب. وللمعلومة بس، لو هذا الشخص هو اني ما عندي مانع اني اعترف من هاي الصورة وهو صغير، ولكن صورتي انا كبير ما حد راح يقدر يجيبها، ولكن القصة اطول من هيك يا حبايبي راح احكي لكم اياها بالكامل. طيب بداية يا حبايبي راح اعطيكم شوية معلومات عندي. انا شخص عراقي وعندي الجنسية والجواز العراقي وعندي شوية اصول سورية، وبعام 2016 سافرت لسوريا وظلت بها تقريبا سنة ونص، وهناك سكنت بأحد العمارات كان بيها فهد الزين، وهو كان يوتيوبر كان حلمه انه يصير مشهور، والصراحة اني ساعدته هواي بالمونتاج وبالتصوير، وكان يقدم محتوى العاب. راح اعطيكم شوفوا شلون صوته مختلف عني. السلامكم شباب، معكم فهد الزين. وبعام 2017 يا حبايب هذا الشخص قرر انه يترك اليوتيوب، بعد ما قطع سنة نزل فيديو انه حيترك اليوتيوب، ولكن انا اقترحت عليه انه نفتح قناة جديدة ونشتغل بيه انا وياه، والقناة هي كانت مملكة القصص، ولكن اكشف لهم حقيقة كان اسمها انذر وورد، كما شايفين بهذا الفيديو كان اسمها انذر وورد ونازل من عام 2017. وبعد يا حبايب هذا الشيء تقريبا بشهرين فهد توفى بحادث الله يرحمه. ولو تلاحظون يا حبايب انه بعد ما نزل اول مقطعين كانت عنده، انا نزلت مقطعين ثانيين واللي هو مملكة القصص وتاريخ العالم. يا حبايب كل هذه الفترة انا ما ذكرت اسمي ولا اسم فهد الزين الا من حوالي 4 أو 5 أشهر، يلا بديت اذكر انه صاحب القناة هو فهد الزين، ولكن هو بالحقيقة مو اسمي، لان انا صراحة اعرف فهد الزين ايش قد عانى بحياته من مشاكل عائلية وايش قد كان يعاني من الكآبة، فحبيت اني احقق حلمه انه يصير مشهور، رغم انه انا بما انه محتواي شوية خطير وماكو داعي اذكر اسمي فاستخدمت اسمه. ويوتيوبر يعرفون بالموضوع، واللي منهم طارق الباشا اللي بدينا نخطط انا وياه من حوالي 3 أسابيع انه نكشف هذه الحقيقة انه صاحب القناة مو هو فهد الزين اسمه، ونزل هذا المقطع اللي قال بيه كلام نوعا ما هواية طقطقة وكلام غبي. وانتو لو تعرفوا مين فهد والله راح تنصدموا، لانه انا لهلأ مصدوم. وافق السيد فهد لربما يكون هذا اسمه الحقيقي او اسمه الفني. اتوقع حاليا وضحت لكم الموضوع، وهاي من اليوتيوبر طلعوا اساسا وقالوا ان فهد الزين اسمه الحقيقي مو فهد، حبينا نوضح لكم الفكره شويه شويه. بالنسبه الثاني شيء راح احط لكم شويه اثباتات، واللي هو راح اكشف لكم شويه حقائق عنه. الخطه مالتنا يا حبايب كانت هي عن طريق انه نشوف الحقيقه بالاغاني مالتنا، فاغلب الاشخاص اللي سمعوا الاغاني انا وطارق الباشا عرفوا انه هذا الصوت مو صوتنا، وبالحقيقه يا حبايب هذا الشيء كان من ضمن الخطه مالتنا انه نشوف لكم حقيقه انه فهد الزين هو مو صاحب قناه مملكه القصص، وانه صاحب قناه مملكه القصص اسمه الحقيقي مو فهد، مثل ما سوينا بالاغاني، وهم انه الاشخاص اللي كانوا يغنون مو نفس الاشخاص اللي كان اسمهم على الكليب. بنفس الشيء اللي صار وهو صاحب قناة مملكة القصص دي يستخدم اسم اللي هو فهد الزين، وهو بالحقيقة اسمه مو فهد الزين. وبالنسبة للأشخاص اللي قالوا انه اسلوبي ويا هذاك الشخص نوعا ما متشابه، الصراحة يا حباب انا تقمست شخصية هذاك الشخص اللي هو فهد الزين الله يرحمه، ولكن لو تلاحظون من بداية القناة تقريبا من حوالي اخر 4 أشهر يلا بديت احكي سريع بالفيديوهات، قبل كنت احكي كلش بطيء، هون تقدرون تتأكدون بنفسكم انه شلون كان اسلوبي غريب. وطبعا راح اسوي لكم مقابلة ويا ابو او ام هذا الشخص المتوفي، هم راح يحكون القصة بالكامل شلون توفى هذا الشخص، وراح يدعون على هذول الأشخاص اللي تنمروا عليه، رغم اني اكتشفت هذه الحقيقة لأكثر من شخص صراحة، وهذا الشخص أنا كلش أعزه. بنو حاليا يا حبايبي انكشفت هذه الحقيقة واللي سووه بهذا الشخص، وعد شرف من عندي إنه ما راح أضيع حق هذا الشخص، وإنه راح أنتقم له بنفسي. وماية جمال أريد الكل يرزق عليها بالكومنتات، وعد لخليها مسخرة السوشيال ميديا. وطبعا يا حبايبي أتمنى لا حد ينسى إنه يترحم على هذا الشخص بعد كل الأشخاص اللي سبوه وهو بقبره، رغم أساسا ماية جمال كانت تعرف بالموضوع بالكامل وتعرف إنه هذا الشخص مو أنا وإنما شخص ميت، وأنا كشفت لها الحقيقة بالكامل، بحيث بالحقيقة بينت لها الجواز مالتي اسمي الحقيقي وبوعتها بالكامل، مثل ما شايفين حاليا اللي هو الجواز العراقي مالتي واللي بوعت ماية جمال، لان هم اساسا اتهموني انه اني سوري، وفهد الزين هو كان يقول انه هو سوري ولكن انا بالحقيقه عراقي. يمكن تشوفوا شويه كومنتات انا كنت اقول بها انه اني سوري، لكن انا كنت احكي بلسان فهد الزين. بالنسبه للاشخاص اللي نشروا هذا اساسا انه اني قايله او انا كاتبه بالبث المباشر مالتها، حبايب هذا الاكونت مو اكونتي، ولكن بما انه انت حمير فاكيد مرقت عليكم هيك شغله. شوفوا ماية جمال شلون تعترف بلسانها انه هذا الشخص ميت وهو مو فهد الزين. اعترف انه الفيديوهات اللي نزلت اليوم لشخص ميت ماشي يا سيدي، بعترف انه لشخص ميت، بس بتروح بتحذف كل شيء عني. اتوقع وضحت الموضوع بما فيه الكفايه، هذا راح ابواكم كل شيء. اما بالنسبه الثاني شيء واللي هي قصص الزائد 18، اوكي انا نزلت هيك مقاطع ما راح انكر هذا الشيء، ولكن يا حبايب كل القصص اللي نزلت اللي هي زائد 18، لكن كل هذه المقاطع ما كان بها اي كلمه زائد 18، اكبر كلمه هي كانت ممارسه الجنس، واللي هي قصص وهميه وخياليه مو اكثر. بالنسبه لهذه الصوره البلا شرف اللي نشرها اساس انه هذا المقطع الي، لو تلاحظون يا حبايب انه هذا المقطع نزل على موقع اسمه عرب، والله العظيم واني منزله، يمكن هم مستخدمين المقطع مالتي ولكن بعنوان وصوره مصغره مختلفه، مو عنوان ولا صوره مصغره انا احطها على مقاطعي. تحداهم ينشرون هذا المقطع اذا كان بكلمه واحده زائد 18، مو يعني بجيميل يعني الي. واتمنى اليوتيوبر يحكون بهذا الموضوع انه اذاكو هيك عنوان اساسا ينزل باليوتيوب فالمقطع راح ينحذف راسا، شلون تجي منزل الشيء على قناتي. اتوقع وضحت هذا الموضوع بما فيه الكفايه. هنا يا حبايب قناتي هي قناه قصص، ممكن نزلت بعض القصص زائد 18 ولكن شفت اكتب عليها زائد 18، وهي قصص مو الي، هي قصص خياليه يعني مو اكثر. وحاليا يا حبايب بالنسبه للاشخاص اللي يدافعون عن ماية جمال، خليني اكشف لكم شويه حقائق يبين لكم هاي البنيه ايش قد هي وسخه وبلا شرف. طبعا اول شيء شوفوا شلون تكفر برب العالمين بهذا التسجيل. هاتي انا بصور لك.
ما يا بس يا زلمه يا زلمه يلا عن اللي عن دينك شو بتكذب يلا حل عن الله تبعي يا زلمه يلا عن ربك يا صراحة ما أدري شلون هي تهلف على القرآن وهي أساسا ما تعرف شيء اسمه إسلام وتكفر برب العالمين. أما بالنسبة الثاني شيء شلون هي تتصور هيك صور فيديوهات هذا الفيديو كامل موجود عن طارق الباشا ادخلوا عليه بالوصف شوفوا الفيديو كامل بدون تغبيش. حاليا حبايب ثالث شيء راح أعطيكم شوية معلومات عن ماية جمال. أول شيء يا حبايب هاي البنت تروح لأحد الاستوديوهات وتنزل تنازلات للشخص اللي يسجلها ما راح أذكر اسمه حاليا وتسوي وياه أشياء زاف 18 على مود يسجلها الأغاني مالتها ببلاش. أما بالنسبة الثاني شيء فهي واحدة من عبدة الشياطين والأخوان المسلمين والشرطة دخلوا عليهم مرة هم يمارسون الطقوس مالتهم وأتحداها طبعا تنكر هذا الشيء. وبالنسبة لأختها فهي كانت مخطوبة من شخص عراقي وبعدها انفصلوا لأنها بلا شرف. وبالنسبة لأختها طبعا مثل ما تعرفون إنه هي تنطيني كل الفضائح عمود أنشرها على أختها وحاطيت تجي أكثر مرة وحرجع أحطكم إياه بهذا المقطع شوفوا شلون هي تنطيني الفضائح هاي الصور كلها كانت عبارة عن فضائح وشوف التجيمات شلون تقول لي انشرني حلو يلا دلك انشر دلك انشر حرين إحنا بدنا نتصور وبدنا نتشلح وبدنا ننزل لا بروبلم دلك انشر من هون لسنة. وطبعا بالنسبة لمحمد الجواني فنزل على سبب الانستغرام بث مباشر وبهذا البث المباشر طالع أنا وياه بيحكينا بموضوع نفسه بالكامل راح أحطكم شوي من البث المباشر شوفوا وعم تتوسخني وأختك اللي هي عم تبعث فيديوهاتك عشان تنفضحي كيف إلك وجه لحد الآن بتدافعي خلاص اطلعي بستوري قولي يا جماعة أنا مالي عن هالناس أنا بعتذر عن كل مين سبيته وخلاص يا مملكة القصص أنا مالي عندك ولا عن فلان الناس ولو مثلا طارق الباشا بيسبوه شخص وما له دخل بالموضوع ولا سبهم ولا اجي نشر عليهم ولا شيء كمثال يعني هن بس حتى الأشخاص ما دخلوا بالموضوع بيحكوا عليه هيك بقول انتهت طفوه هن وخلاص انتهت بس الناس يعني اشتروا كرامتكم باعتذار هاي الكلمة أيوة بعدين الاعتذار مو عيب ترى ها الاعتذار صح معي. أكيد أكيد الاعتذار بيدل عن على احترام الشاب لعائلته وكل شيء شو وجه أبوك لما عم يشوف الفيديو وأنت مع شاب بالشارع وشاب بالبيت وشاب هون ومدري شو هون هون شو وجه أخوك لما عم تكذب تقولي خطيبك اسمه زيد وهو بسويسرا إيش دخل موسى بزيد ببطيخ هاشك البنت شهرة نحن مو هنود الله يرضى عليك خلاص حاج بينت رخصكم للناس بينت وسخنتكم للناس حاج عيب فضحتونا خلاص وبيحاولوا يكتبوا مثلا هلا هذا اخر مقطع اللي نزل مع اني انا تراسلت مع هذا الشخص وحكيت معه مكالمه وفرجيته الجواز تبعي انه جواز عراقي والجنسيه جنسيه عراقيه وعرف هذا الشيء يعني هو شخصيا ورغم هذا هو طبعا ما حذف الفيديو انما الفيديو نفسه اكل سترايك من اليوتيوب ارشادات محتوى بعد ما يقدر ينزل منها الاسبوع اتوقع يا اخي اذا انت كنت عراقي ولا سوري وين المشكله؟ وين اكيد هو ماكو اي مشكله بالعكس كل على العين والراس انا شخص سوري ودمي عراقي وين المشكله صح يعني مو هذاك يعني لا نفترض مثلا خلينا نقول انا سوري وحكيت عراقي بالمقاطع وين المشكله هنا اما يصير واحد يحكي بغير لهجه وبالنهايه انا بعمري ما طالع على فكره بلايفات او بمقاطع قايل انا سوري ولا عراقي يعني يا تعرف شو الحق علي والله العظيم والله الحق علي والله حطيت مجهود زياده ناس لو مو صباط الحاجة السامعين ما حدا بيعرفه والله أنا آسف إني شغلت بالكم بهي الناس كلياتكم أنا آسف إني شغلت بالكم بهي الناس لأنه هي الناس عن جد تفي في ناس بتلبق للشهرة وفي ناس ما بتلبق للشهرة عن جد والله مع الأسف والله مع الأسف على كل حال يا جماعة برجع بعيد للمرة المليون كل مين يمثل نفسه وأنت يا فهد قديش ما كنت لك ها عطول حط حلق بدنك كل ما كنت ضاغط الناس كل ما عرف حالك انت شخص ناجح بس كيف بقول لك صح وانا بقول لك اياها لك ولكل شيء موجود هون باللايف بيوم بالايام اذا شفتوني انا على غلط انتم كعائله الي تعالوا انصحوني مره ومرتين وثلاثه واذا شفتوني ما كنت قد النصيحه خلاص عيفوني تعالوا بقول لكم انت شخص ما لك قد النصيحه ولما ما اسمع نصيحتكم كعائله عن جد عيفوني يب رغم انه حتى اللي نشروه على هذا الشخص هو ماكو شيء معيب بالموضوع اللي نشروه على الشخص هو مجرد شخص كان ينزل محتوى عادي وانا هحكي قصته كلها باكر طبعا الله العظيم برحمه اخي لسه ما شفت ولا اي شيء عنه لانه الصراحه ما بهموني انا ما بشوف غيرك انت بارك اول ما شفت اي شيء عنه صح يعني هو كل الناس صاروا يفضحوهم عمار طارق الباشا يعني كل الاشخاص صاروا حاليا يفضحون الاشخاص من الحين لسه ارقام لانها حقتهم لا احلى شيء كالبنت الشهره تاوع اليوناو عشان تدعموني طالع مصاري بالضبط بس هو حروح هنيك انا بس رايح هنيك بس لحتى اكسر عينها كل ما تفتح بث بفتح بث معها وبخلي الاول على الهاشتاج
سيدي انا رح ارجع على اليونان قريبا، صار الوقت نرجع، عندنا 100 ألف متابع هناك. بتحبوا نرجع على اليونان يا باشا؟ والله بتنور اليونان. لك حبيبي يا اخوي، الله يسعدك. بكره رح تنزل فيديو اي ساعة؟ بكره ان شاء الله الساعة 3 هيك شيء، كون نازل المقطع اللي راح يخليهم مسخرة المرة الثانية، كمان راح اكتب عليه اقوى مقلب بالسوشيال ميديا. اصلا انت مسخرة والله. اوكي استنوا فيديو بكره تبع فهد، واللي كان موجود بالباس يكتب له بكره من متابعينك اللي كانوا بالباس، خلي يحط له قلوب كلياتها اكتبوا بالكومنتات. ماشي فهد، نورتني يا قلبي. اوكي حبيبي، ضيف ودع حساب ولا فهد منك القصص. تسلم، نورت يا روح. بدك شيء؟ سلام. تسلم. هلا بس ينزل فهد لكم اسمعوها. تمام، رسالتي خاصه من هذا المنبر قدام متابعيني واهلي واخواتي، رسالتي لأم بلاجم وراس البطاطا والحي هديك وكل هالشلة اللي طلعت حاليا عم بتبعبع، ضبوا هالسيرة ضبوا هالسيرة ضبوا هالسيرة ضبوا هالسيرة، طلعوا خلاص بكل احترام، اعتذروا او لا تعتذروا، خلاص غيبوا يومين ثلاثة انسوا، خلاص لا تردوا يا اخي. اوكي خلاص مسح فيكم الارض، في انتشرت لكم فيديوهات على تيك توك بكل مكان، صرتوا مسخة مزبلة راحة جاية عم بمسحوا فيكم الارض، خلاص يا اخي والله صرنا صارت مسخرة. والله انا عم بندار على محتواي اللي كنت نشرت اليوم فيديو على قناتي، روحوا شوفوه. انا عم جلس، انا نسيتكم شلتكم من بالي. انت راس البطاطا عم طمعوك كم ستوري ولا الثاني، خلصنا يا اخي والله صرتوا مسخره. يعني واحد عم بيطلع له فيديو زي 18 هو واحد وهو وحده واحد وبطلع بدافع عن حاله، ولا الثاني عم بيطلع له فيديو مثبت انه هو جاي وبطلع بدافع، باي عين؟ انا بدالك احط راسي بالتراب وضل ماشي يا اخي، احط راسي بالتراب واقول يا زلمه يا ريتني مالي دخل هالمجال كلياته. انا خبصت كثير بحياتي بس ما وصلت معي لدرجه اني اعمل نفس الكلمه الشهرت بعيدكم. يعني انت راس البطاطا انت باي حق عم تطلع بتحكي؟ والله صرت مسخره. لك انا عم بشوف فيديوهاتكم عم تبلع ديسلايك ديسلايك كثير مسبات، يعني اذا انت عم تشوف 2000 شخص عم يكتبوا لك يا حمار يا راس البطاطا انت مستفز انت مستفز انت مستفز، وبترجع بتجيب سيره لا تحلم لا تحلم اذا بتتبعبع وش بصير معك اني اذكر اسمك اني اذكر اسمك عندي، لا تحلم اسمك راس البطاطا. خلاص وانت ام بلاجم الله يخليك، حاجة حرض الناس على الخاص. ام بلاجم الله يرضى عليك، بعرفك اشتقتي لي يا حلوه، شو بعدك عشقانه؟ خلاص ام بلاجم ضب السيره، الله يرضى عليك، ضبوا لنا السيره، وكل ما يفتحوا بس لا تنسوا تبزقوا عليهم يا جماعه، لا تنسوا تبزقوا عليهم وتحكوا لهم تفي عليكم ضبوا هالسير، بس بزقوا عليهم. بصوا يا حبايبنا وصلنا لهذا المقطع، اتمنى كشفت الحقيقه بالكامل، واتمنى مره ثانيه ما تمشي عليكم اي لعبه يا حبايب، لان القصه صارت صراحه زادت عن حدها. والله العظيم يا حبايب راح انتقم من كل شخص ظني وحاول يشوه بسمعتي، ولا تنسوا المقطع طارق الباشا بالوصف يا حبايب بمقطع مايت جمال زائد 18. مع السلامه.